أنا برأيي هذا الجدل غير مفيد على الإطلاق. لأنه وليد جملاط بيعرف أكثر من غيره أنه هالنظام مكربج ومعطل. هو النظام هو بيشتغل أولوية، يعني إذا أولوياته أولويته الجبل، أولويته الجبل، أما الأولوية الوطنية فمعطلة. طيب أوكي، شو بيصير يعني بعدين؟ شو بيبقى حدا؟ بيبقى ناس بالجبل؟ بس انه المخرج قصدي باتفاق الطائف، يعني بتطبيق اتفاق الطائف، تطوير هذه الصيغه بهذا الاتجاه، مش بالاتجاه ترجع الى مكان اخر، ترجع الى الفدرالي او الكلام بالتقسيم. يا ريت بيطبق اتفاق الطائف، يا ريت، بس ماذا يحول دون تطبيق اتفاق الطائف؟ طب نحن مع تطبيق كامل، ماذا يحول اتفاق الطائف كاملا؟ اوكي، مين اللي مانع؟ اول شيء مش نحط السبب الكلي فقط بانه سلاح حزب الله، هو احد الاسباب الرئيسيه. بلش الاتفاق 1990 اغتيل رئيس الطائف رينيه معوض، معروف من اغتاله النظام السوري. تم تشويه اتفاق الطائف من 23 سنة لحد هلأ، يعني أكتر شو 33 سنة، احنا 2023، يعني من 1990 لهلأ لم يطبق هذا الاتفاق. طيب لو افترضنا انه طبق هذا الاتفاق، يحمل رغم انه الاتفاق الافضل بس كذا، ولكن يحمل الغام كثيرة. الصيغة اللبنانية هذه فيها مليون لغم، مش من المفارقة. شو بدك اعلى من مناسبة انتفاضة الاستقلال؟ شو بدك اعلى من مناسبة كقدرة جامعة لمجموع من اللبنانيين يتخطوا الحواجز الطائفية؟ انساء 2005، 17 تشرين، شو صار 17 تشرين؟ كيف صار التصويت؟ يعني لما بينزلوا مليوني لبناني على الشارع، كيف بيرجع التصويت بالانتخابات النيابية بيصير بهالطريقة؟ في علامة استفهام كبيرة. النظام التنوع المزيك، التركيبة اللبنانية المزيك الفسيفسائية هيدي منا سهلة انك يعني تديرها بنظام مركزي شفاف، لانه النظام المركزي الشفاف يعني انت عم تحكم امراء طوائف، هودي عم يثبتوا حالهم. بالجنوب نعرف كيف التصويت، الأكترية كيف صوتت، بالجبل عند الأستاذ وليد جملاط نعرف كيف التصويت، بالبيئة المسيحيين عرف كيف التصويت، والبيئة السنية كمان نعرف كيف التصويت. المفارقة اليوم بكلام سمير جعجع أنه اليوم أول اللي كان وقت الحديث كان عن تطوير اتفاق الطائف، وصار شفنا دعوة وقت السفارة السويسرية وكان الكلام لتطوير اتفاق الطائف أو أي نقاش اليوم بهذا الموضوع، رفضت الموضوع السعودية. وسيد سمير جعجع يعني حليف أساسي إلى السعودية، اليوم عم يحكي بي إذا بدك بإعادة النظر بهذه الصيغة، بحين أنه كان أي كلام اليوم عن تطبيق أو تطوير اتفاق الطائف هو ممنوع، وشفنا عدد من النواب قالوا أنه اليوم هذا مس بالسلم الأهلي أو يمس بالسلم الأهلي. مش مفارقة اليوم؟ أنه يعني ما مش مربوطين ببعضهم. موقف السعودية واضح مع اتفاق الطائف، كل الناس مع اتفاق الطائف، بس طبق اتفاق الطائف شو اللي بيمنع تطبيقه؟ السلاح أولا، وأسباب داخلية تتعلق بهشاشة التركيب اللبناني. هاي تركيبة هشة بدها تضلها خاضعة ل كل يوم عندها اختبار، اختبار بالدم، اختبار بالحرب الباردة، اختبار بصراع الطوائف. هيدا وضع ما بعرف كيف بدنا نطلع منه. هيدا هو سبب الأزمة كلها سوا، انه اليوم لما بانتخابات نيابية يستفتى اللبنانيين على اي لبنان يريدون من خلال اختيار ممثلينهم، بيختاروا بهالطريقة او مش يعني اغلبيتهم تختار بهالطريقة، معناتها يعني التصويت عم بيكون مش على قياس انه شو بدنا لهذا الوطن يصير، كيف بدنا نصلحه، كيف بدنا نغير، كيف بدنا نحسنه، كيف بدنا نكافح الفساد، كيف بدنا نبني دولة. هيدا التصويت انه زعيمي وزعيمك، وهيدا حقوق على قصة حصانة الطوائف. من وين بتبلش